السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو جديد مع موديل جديد ديال جلابة بالتوب ديال الكريب مخدومة بمرمى بالصفيفة العريضة ديال الصم. درنا لها هذه الخدمة ديال يعني هذا الموديل هذا راه يعني ولي ديال الدرجة دابا. خدمنا بنفس اللون باش مخدومة يعني في الأورانج والصفيفة ديال الصم، يعني خدمة فيها كتجي راقية ورائعة. كتشوفوا الخدمة ديالها راه متقونة من لا بحال ما كدبانه، حتى هي الموديل راه مخدوم بالدبانه، كاينه حتى في الكتاف. درناها حتى في القب، مخدومه نص طوق وعندها افتتاحات، عندها حتى الافتتاحي حاولنا درنا معاهم هاد العقاد، درنا فيهم عقيدات. لون كي توب او الموديل يعني راقي ورائع، يعني جلابه ديال الحضور الحضاريه، يعني جلابه ديال المناسبات، يعني موديل راقي ورائع. وحتى مثلا كيجي في جميع الالوان، اللون اللي بغيتي يعني راه كتجي فيه هاد السفيفه ديال الصم، ولكن اللي كيتبدل في الديكرادي هو هاد الخدمه ديال الدبانه، يعني هاد التلاقيه كلها كتبدل، كنديروها في شي لون واحد اخر. يعني راك مثلا الا بغيتيها في الابيض راك كيدخل معاه هاد اللون اورانج، كيدخل معاه في اللون اخضر ملكي، يعني حتى هو كيجي راقي ورائع. بغيتي ديريها في شي لون واحد اخر، يعني راه غادي نشوفوا معاها الديكرادي اللي غادي يمشي معاه مزيان مع التوب. اما السفيفه كتبقى هي لون واحد، يعني جميع الالوان هاد السفيفه كتمشي معاهم، يعني كتجي راقيه ورائعه جلابه ديال الحضور. يعني اليوم غادي نشارك معكم حتى الطريقه ديال العبار، يعني بزاف ديال الكليان باقي ما كيعرفوش يشدوا العبار على جلابه او على قفطان، يعني دائما كيقول لك ما عرفناش نشدوا العبار، غادي نشدوا العبار على هاد الجلابه هذه. وحاولوا تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، يعني كاين اللي ما كليانات ما كيعرفوش يشدوا العبار، يعني بارطاجيو معهم هذا الفيديو هذا باش يتعلموا الطريقه ديال العبار، تولي تشد العبار على جلابتك. كما قلنا هذا الموديل هذا اللي عجبك هذا سكرينيه وصيفط لنا في الواتساب، غادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه. ملي تسكريني الموديل غادي تكوني خديتي العبار، غتاخذي العبار وتصيفط لنا هو الموديل باش نقول لك الثمن ديالو بالضبط شحال توب وخياطه لارسال داخل وخارج المغرب. بالنسبه للطريقه ديال الارسال، الارسال دابا كنرسلوا يعني جميع انحاء العالم. كاين مثلا اوروبا، يعني كاين جوج طريقات كنرسلوهم مع الشركه ديال فيدي اكس، يعني معروفه شركه الطيران، يعني راه ما كتعطلش 24 ساعه او اقل من 24 ساعه كتوصلك السلعه. وكاينه الطريقه الثانيه هي ديال كنرسلو مع دوك صحاب الكونتيرات، يعني هذوك راه تقريبا حتى هما كيجلسوا تقريبا ما بين 12 يوم حتى 15 يوم، يعني اللي حسب كل منطقة. يعني اللي كانت مثلا السيدة اللي راسل ليها الكوريا مثلا في شي مدينة كبيرة، يعني راه كتوصل تقريبا في ظرف أقل من 15 يوم. إلا كانت مثلا في شي مدينة اللي صغيرة هي اللي كتقدر تعطل، يعني كتكون بعيدة شوية، يعني كيبغيو حتى كيجمعوا واحد العدد عاد كيمشيو. يعني هذه الطريقة اللي كنتعاملوا مع صحاب الكونتيرات يعني في أوروبا فقط، أما جميع أنحاء العالم يعني راه كنتعاملوا مع الشركة ديال فيدي إكس، شركة ديال الطيران. الثمن ديالها الإشكال الواحد اللي كاين فيها هو الثمن بحال كيدوبل، بحال مثلا إلا خلصتي هنا كتعاودي تخلصي عليها حتى تما ديال الديوانة. يعني هذا هو الإشكال اللي كاين اللي كنلقاو في هاد الشركة ديال فيدي إكس. كنتكم كتعرفوا مثلا شي طريقه واحده اخرى، يعني راه تواصلوا معايا غادي ان شاء الله. الا كنتي بغيتي ترسليها مع شي حد اللي كتعرفيه مثلا اللي كتثقي فيه ولا شي حاجه اللي كتعاملي معاه، يعطيني الرقم ديال التليفون ديالو وانا غادي نتواصل معاه ونحاول نرسل ليه مثلا السلعه هنا في المغرب، وهو راه غادي يديها لك يعني في مكان هنا في المغرب، يعني راه غادي نرسلها ليه. او كان شي حد من العائله مثلا غادي او مثلا في شي مدينه واحده اخرى مثلا بعيده عليا، عطيني غير العنوان ديالو والنمره ديال التليفون غنتواصل معاه ونحاول نصيفط عليه. تقريبا هنا في داخل المغرب الارسال 24 ساعه كتوصل. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال العبار. العبار هذا هو كيفاش كناخذو العبار بحال ما هكا، جلابه ولا قفطان ولا تكشيطه، يعني العبار ديالها هو هذا. عندك جلابه كتجيك مزيانه غتاخذي على هذه الطريقه، عندك قفطان كيجيك مزيان هذه هي الطريقه باش تاخذي العبار، كتشدي العبار من هنا من الخياطه حتى الخياطه. بحال هذه عندنا فيها الكتاف 43، كتاف هما هذوك 43، كتكتبي الكتاف 43، حاولي تركزي ما مشيت كتبي غير ارقام، كتكتبي مثلا الكتاف 43.
وكتشدي العبار ديالكم الطول ديالكم حتى هو كتشديه من الخياطه حتى الخياطه هنا فين الراس حتى راسكم الخياطه ديال هنا بحال هذه فيها 59 كتكتبي لكم 59 الا بغيتي تضبطي العبار مزيان كتحاولي تشديه بحال ما هكا قرب ليا الدوره ديال التركيز هذا هو التركيز الدوره ديال التركيز كدوري مع الخياطه كترخفي الميترو بحال ما هكا كدوري مع الخياطه بحال هذه مثلا في التركيز عندنا 29 كتكتبي التركيز 29 الصدر هو هذا كتشدي حتى هو من هنا دائما اتركزي على هذه البلاصه هنايا فين ولكن غتجي فوق من العقاد مشي تجيبها حتى لهنا فين احسن طريقه هو هذا تاخذ الربع هذا كيتسمى دابا الربع كتشدي فوق من العقاد بحال ما هكا من الخياطه حتى العقاد هنا فين بحال هذه فيها 31 كتزيد تهبطي تقريبا 30 سنتيم او 31 سنتيم كتعبري ليهونش الحوض الدور ديال الحوض كتجيبها من الخياطه حتى النص تلاقي اللي كتكون هنا الخياطه اللي كتكون هنا كتعبري الربع ديالها بحال مثلا هذه فيها 32 اونص كتكتبي الحوض 32 اونص الا ما كانتش تلاقي هذه من هنا فين غادي تشدي العبار من هنا تعبري بحال مثلا هذه فيها 64 كتقسميها هذيك 64 كتقسميها كتجي 32 عندنا ندوزو دابا للطول الطول هو هذا الطول كتشدوه من هنا من تلاقي ديال القب او من النص ديال الكتاف الا ما كانش فيها القب كانت تكشيطه غتشدي بحال ما كتلاقي هاد الكتاف هادو وغتقسمي هاد النص غتشدي العبار من هنا وغتمشي تاني نيشان واحد تحاولي تلاقي هاد الفتاحي هادو باش ما يجيش العبار عوج تلاقي هاد الخياطه بحال ما هكا باش يخرج لك النص هو هذا تهبطي نيشان واحد الطول عندنا في هذه مترو و35 وبالمناسبه هذه راه دايرينها للبيع شانطيو مثلا الا كان العبار كيجيك هو هذاك في هاد الجلابه تواصلي معنا في الواتساب كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ما تنسوش مره اخرى تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب اللي كيتعم الفائده على الجميع وحاولوا ترسلوا الفيديو للاصدقاء ديالكم باش يتعرفوا على هذه الطريقه ديال العبار يعني مثلا الا كنتي باغي تخيطي شي جلابه وما عارفاش تاخذي العبار هذه هي الطريقه باش يمكن تاخذي العبار على جلابه ولا على قفطان ولا على تكشيطه شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.